اشتراك مع حركة شباب ميتا، حركة مؤثرة والناس معاها في منطقة القاهرة، جابوا لقطة فعلية في المترو اللي فتحت العسكر وضد الكلام. والنهاردة احنا فعاليتنا غالبا كلها جوه المترو، هننتقل دلوقتي لحتة المحروسة على حتة العتبة كمان شوية، بس هنحكم غالبا النهاردة عشان في قلق زي ما انت شايف على يمينك قوي. حاول ننسحب قبل ما يحصل اشتراك.